أنا لا أقرأ الكتب فقط، أنا أقرأ وأعمل مع مختلف الأنواع من المعلومات كل يوم، فالقراءة والمطالعة تستغرق وقتا كثيرا في حياتي اليومية، فأنا أقرأ أثناء الشغل، وأقرأ للترفيه عن النفس، وأقرأ بهدف التعلم وبهدف التعليم كذلك. أنا متأكد أنني كل يوم أقرأ ما لا يقل عن 100 صفحة تقريبا. لدي برامج مختلفة للقراءة ب3 لغات، لدي قوائم كثيرة جدا للكتب التي يجب علي قراءتها. وبشكل عام أنا أقرأ الكتب التي ترتبط بتخصصي، وهي كتب اللغة والترجمة والتربية وعلم النفس وما شابه ذلك. كذلك أقرأ الأدب والروايات المختلفة والكتب الاجتماعية وكتب التاريخ وغيرها. فضلا عن المقالات التي أقرأها تقريبا كل يوم في شتى المجلات.